طبعا حتى نواصل دراستنا لازم ندرك شيء مهم جدا في القرن الأول اللي هو موضوع الأمم. بالنسبة لليهودي الأمم طبعا غير مقبول أن يكون من شعب الله. فإذا من هو الأممي؟ الأممي بكل بساطة هو الشخص اللي مش من شعب الله، غير شعب الله. بكلمات أخرى هو مش تحت العهد مثل شعب الله، وأيضا غير المختونين. الختان كان علامة للعهد، فكونه يكون غير مختون، وهذه العلامة ابتدأت من أيام إبراهيم، وأيضا موسى شرعها أيضا في شريعته أيضا أن يختتن الطفل في اليوم الثالث. فالأمم هم الجماعة الغير مختونين، وهذه الكلمة موازية لكلمة نجس. فإذا الكلمة جوئيم باللغة العبرية هم الأمم مش شعب الله. وأيضا الأمم في نظر اليهود هم مظلمو الفكر. مظلمو الفكر لأنه كان عندهم عادات غريبة وعبادات وثنية غريبة. مثلا في بلادنا في أرض فلسطين كان بمارسوا عبادات هي تقديم الأطفال ذبائح للإله مولوك أو مالكوم كمان، وفي عبادات مثل هنا في أفسوس اللي بيتخللها عبادات إباحية. وإحنا قريب من مكان كان بيت يسمى بيت الدعارة، أو بالأحرى في بنات مكرسات لهذه الخدمة لآلهتهم أيضا بيتخللها عبادة إباحية. وطبعا طريقة الأكل وطريقة الغسلات وطريقة الصلاة وكل هذه الأمور كانت بتفصل اليهودي عن الأممي، لدرجة أنه اليهودي المتدين كان يقف ويصلي: اللهم أشكرك لأنك خلقتني يهوديا وليس أمميا. يعني أممي موازي لكلمة نجس. ومع الزمن اتطورت هذه الكلمة أيام المسيح وأيام بولس الرسول للتحقير وللإزدراء والسخرية والاستهزاء بالأمم. كان يسموهم الكلاب، يعني خارج دائرة شعب الله، خارج شعب الله. فأنا بتكلم في هذا الموضوع حتى أظهر لك أهمية الموضوع، ومن ناحية أخرى خطورة الموضوع لما بولس الرسول بصمم إنه يروح للأمم ويتكلم بأقدس رسالة من كلمة الله، سواء في العهد القديم أو الرسالة رسالة يسوع المسيح من الإنجيل المقدس، وكيف يسوع المسيح اتعامل مع بولس الرسول.